صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالنور والحب والسعادة، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، ونرحب بفريق عمل البرنامج ويانا، في الإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. وراح تشاركني الحلقة اليوم وياكم الأخت العزيزة آمنة العلي. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة. أعزائي المستمعين، بنكون وياكم بإذن الله على مدار ساعة من الحين، ويسعدني تواصلكم ومشاركتكم عبر أرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل معانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. اتذكروا دائما أن مشاركاتكم واقتراحاتكم أو ملاحظاتكم أكيد تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، لو نرجع شوي بالزمن لورا ونتذكر بداية إعلان ظهور جائحة كوفيد-19 في العالم، بنتذكر زين كيف كان القلق والخوف مسيطر على كل الشعوب. بنتذكر بعد مقولة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظها الله، مقولة تختصر كل معاني الطمأنة، مقولة راح تظل راسخة بأذهاننا ما بننساها، لما قال لا تشلون هم. وفعلا بحكمة قيادتنا الرشيدة وثقتنا بقيادتنا وبإخلاص شعبنا، دولتنا قدمت نموذج فريد ومميز من نوعه في التصدي لهذه الجائحة، وأثبتت للعالم كفاءته وقدرته في إدارة الأزمات. ولله الحمد اليوم حققنا نتائج مبشرة، ويمكن الكل شاف أو سمع الفيديو اللي طلع أمس يعني لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله بوسائل التواصل الاجتماعي، واللي يقول فيه أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروس وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات. صراحة مقولة يعني يفرح لها القلب وتسعد القلب الصراحة. اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله أن يزيل عنا هذا الوباء ويزيل من كافة أنحاء العالم، ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ إماراتنا الغالية يا رب. اللهم آمين دكتورة. بالفعل كلمات سمو الشيخ محمد بن زايد كانت مثل يعني البراد على صدورنا، يعني أمس كانت يعني نسمعها في كل مكان ونتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإذاعات، كلمات فعلا مؤثرة وتطمن قلوب الكثير. اللهم لك الحمد والشكر، وهذا طبعا ثقتنا في قيادتنا وبحكمتهم، ولله الحمد اللي حققنا يعني الكل يشهد له اليوم. فخورين ان احنا على ارض هاي البلاد الطيبه، وان احنا يعني من ابناء دوله الامارات. اللهم لك الحمد والشكر. اعزائي المستمعين، نرجع الحين لفقراتنا لهذا اليوم. فقراتنا هذا اليوم متنوعه، وعندنا يعني مثل ما عودناكم فقره تتكلم عن اخر الاخبار والدراسات الصحيه، وبعدين بناخذ فقره السوشيال ميديا، ومن بعدها فقره التغذيه واللي بتتكلم عن فوائد البكتيريا النافعه، وفي اخر فقراتنا بنتكلم عن التوحد والتعامل معه. على العموم خلونا الحين نبدا باول فقراتنا ونشوف شو عندنا من اخبار ودراسات صحيه. خبر اليوم يتكلم عن تاثير القهوه على أمراض الكبد المزمنة. تشير الكثير من الدراسات إلى الفوائد العديدة اللي يمكن أن يوفرها فنجان القهوة اليومي إلى الصحة العامة، وسواء كنت تفضل القهوة اللي تحتوي على الكافيين أو القهوة الخالية من الكافيين، فإن جميعها يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكبد الأخرى. ووجد الباحثون أن شرب أي نوع من القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة والوفاة منها، مقارنة بعدم شرب القهوة، حيث تبلغ الفائدة ذروتها عند شرب 3 إلى 4 فناجين في اليوم. ودرس الباحثون بيانات 495,585 من شاربين القهوة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتابعوهم لأكثر من 10 سنوات.
مع مراقبة من أصيب بأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكبد ذات الصلة. وشرب نحو أربع من كل خمس مشاركين القهوة المطحونة أو الخالية من الكافيين أو القهوة المنزوعة الكافيين، بينما لم يشرب 2 من كل 10 مشاركين أي نوع من القهوة على الإطلاق. وعلى مدى 10 سنوات كان هناك 3600 حالة من أمراض الكبد المزمنة، بما في ذلك 301 حالة وفاة، كما كان هناك 5439 حالة إصابة بمرض الكبد الدهني واللي نقصد فيه تراكم الدهون في الكبد، و184 حالة إصابة بسرطان الكبد. وبالمقارنة مع من لا يشربون القهوة، كان لدى شاربي القهوة مخاطر أقل بنسبة 21% للإصابة بأمراض الكبد المزمنة و20% من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية و49% انخفاض خطر الوفاة من أمراض الكبد المزمنة. أعزائي المستمعين، كان هذا خبرنا لهذا اليوم. أختي آمنة، تحبين تشربين القهوة ولا؟ صراحة دكتورة أنا استويت من محبين القهوة يعني شيء من قريب، بس ما أكثر الصراحة، لأني ما أحبها إلا فترة الصبح، يعني ما أشربها طول اليوم نفس باقي الناس. صحيح. فالحين دكتورة بعد خبرنا لليوم بننتقل لفقرة السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا أسم الجناحي بتحدثنا عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صبحكم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صبحك الله بالنور والسرور أختي أسمة. أسمة اشتقنا لك، أمس ما طلعتي معانا، فلازم اليوم تعطينا كل الأخبار اللي فاتتنا. من ضمن الأشياء، الخبر الرئيسي لهذا الأسبوع أصلاً هو أن صحة دبي تفتح باب التطعيم بالجرعة الدائمة من لقاح فايزر بيونتك تشمل فئات محددة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية. الفئات المستهدفة هم 3 فئات، أولهم يعني اللي هم 60 سنة فما فوق ممكن أنهم يأخذون موعد ومن خلال مركز الاتصال 8342. الفئة الثانية اللي هي فئة الأمراض المزمنة من بين 50 سنة و59 سنة، إذا كانوا أمراض مزمنة في هالفئة العمرية هم يقدرون يأخذون الجرعة الداعمة. وصلتنا استفسارات تقول أنا مثلا عندي أمراض مزمنة، عمري 40 سنة، هذا الكلام يعني هذول الفئة مش مشمولة للجرعة الداعمة. المشمولين في الجرعة دائما هم 50 و59 سنة من أصحاب أمراض المزمنة، 60 سنة فما فوق، والمرضى الملومين في مرافق الرعاية الصحية اللي طويلة الأمد، اللي هم يكونون موجودين في هاي المراكز، مو باللي يقول مثلا أنا عندي حج في البيت على ميديكال بد صار له يعني فترة طويلة، لا، اللي نحن نتكلم عن الأشخاص اللي موجودين في المرافق اللي طويلة الأمد. فهذول هم الـ3 فئات اللي تحت الـ 59 سوري تحت الـ 50، ما يعني حتى لو كان من ضمن أصحاب الأمراض المزمنة هم مو إليجبل حق الجرعة الداعمة. يعني هم شوية الاستفسارات اللي كانت توصلنا، أنا عمري 30 سنة عندي أمراض مزمنة، الفئة هي مثل ما قلنا 50 و59 سنة. إذا في أي أو يعني تحديث أو أي دراسة جديدة أو أي شيء راح يطلع جديد للفئات الثانية في هيئة الصحة، نحن دائما نحط الأبديت في قنوات التواصل الاجتماعي، دائما نطلب من الجميع أن يتابعونا حق آخر التحديثات اللي تصير أو آخر المستجدات الطبية في موضوع التطعيم. نحن قاعدين نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي. عندنا مجموعة من المراكز اللي توفر الخدمة اللي هي وان سنترال، قرهود، زعبيل، المزهر، الباشا ند الحمار، وقاعة في البيت متوحد في منطقة الورقة. طريقة أخذ الوافد هي من خلال اتصال بمركز الاتصال 8342 أو من خلال تطبيق أو خدمة الواتساب. فتقريبا ها شوي حاولنا نحن نوضح بعض الأشياء اللي وصلتنا عليها استفسارات في قنوات التواصل الاجتماعي، ونأكد على الفئات المستهدفة. وإذا في أي أبديت نحن راح نحط في قنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستغرام فيسبوك، نحط فيها الأبديت DHA_Dubai. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك عزيزتي أسماء على هذه الأخبار يعني الطيبة الصراحة، واللي احنا نسمع الحين انه موجود يعني الجرعة الداعمة.
الحين بنطلع فاصل دكتورة إن شاء الله وبنرجع نكمل فقرات برنامج صحة وسعادة، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414 والرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا أعزائي المستمعين رجعنا لكم مع فقرات برنامجنا، والفقرة اللي عودناكم عليها دائما فقرة التغذية. اليوم فقرة التغذية دكتورة بدرية بنتكلم عن البكتيريا الضارة. مثل ما نعرف هناك بكتيريا ضارة، هناك أيضا بكتيريا نافعة تحمي الصحة العامة وتزيد من قدرة جهاز المناعة وفق ما تقول الدراسات العلمية الحديثة، وهذا هو موضوعنا لحلقة اليوم. بنتكلم فيه إن شاء الله عن البكتيريا النافعة، عفوا ما بنتكلم عن البكتيريا الضارة اليوم. وبتكون معانا أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بتبي أستاذة علية خان. صباح الخير أستاذة علية. صباح النور والسرور يا مرحبا. يا هلا وسهلا فيك أستاذة علية في برنامج صحة وسعادة، نورتينا اليوم. شكرا. طبعا مثل ما قلتي حنتكلم عن البكتيريا النافعة اليوم. البروبيوتكس هي مصطلح يعني للبكتيريا النافعة الحية اللي تكون عايشة في الأمعاء. جسم الإنسان طبعا دائما فيه البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، لكن في نوع من التوازن من بين هذا النوعين من البكتيريا. احنا البروبيوتكس هذه نحن نحاول ان ناخذها من الاغذيه عشان دائما نحافظ على البكتيريا النافعه انها تكون في مستوى طبيعي او متوازن في الامعاء مع البكتيريا الضاره. نعم استاذه علية، في البدايه اذا كنا نتكلم عن البكتيريا النافعه نبغى نعرف منك هل هي مرتبطه بالجهاز الهضمي فقط؟ هي هو اكثر شيء في الجهاز الهضمي وفي القولون يكون عندنا نسبه البكتيريا اللي هي البكتيريا النافعه والضاره في توازن. متى يختل التوازن؟ طبعا اذا احنا مارسنا مثلا عادات غذائيه غير صحيه ممكن هاي الامور تاثر على نسبه البكتيريا النافعه في الامعاء. احيانا بعض الادويه وهاي الامور بعد بنتطرق لها ان شاء الله. فمن ضمن فوائد البروبيوتكس او هذه البكتيريا النافعه في الجسم في بعض الاشياء، وهي بس تقريبا اجمالا التركيز اكثر شيء على البروبيوتكس في تقويه المناعه وبعد في محاربه الالتهابات. فعندنا مثلا الالتهابات طبعا اذا بنتكلم عنها بشكل عام مثل التهابات المسالك البوليه، التهابات القولون، القولون العصبي، هاي الامور بعد اذا احنا اخذنا البروبيوتكس تهدي عندنا من هذه الاعراض. بعد عندنا مثلا الاشخاص اللي عندهم عسر في الهضم او مثلا عدم تقبل اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، فيسبب عندهم دائما اعراض مثل النفخه، الاسهال، الامساك. فالبروبيوتكس تساعد على انها تهضم أو تكسر هاللاكتوز فما يسبب عندنا أعراض عسر الهضم. حتى الأشخاص اللي عندهم الإسهال أو الإمساك من أسباب أخرى مو من اللاكتوز بعد يستفيدون يرتاحون إذا استخدموا البروبيوتكس، لأن إحنا نعادل التوازن. دائما إحنا نتذكر إحنا نبغى نعادل التوازن، مو شرط يكون النافع أكثر عن الضار، لكن يكون فيه من نوع من التوازن من بينهم. مثل ما ذكرنا أن تقوية المناعة أيضا لها دور في فترات الزكام، يعني حين هالموسم تغير الجو حلو أن الشخص يحرص على أنه يأخذ البروبيوتكس من الغذاء أو حتى من المكملات، لأنه يرفع من الجهاز المناعي. حتى للأشخاص اللي عندهم حساسيات للأكزيما والحساسيات الأنفية بعد تكون مفيدة، لأن هي تدخل في مناعة الجسم. زين أستاذة عليا، الحين ذكرتين أهمية اللي هي البكتيريا النافعة، وذكرتي إنه ممكن إحنا لازم عشان نحافظ على التوازن نأخذها من الأغذية. فهل هناك في أغذية معينة يعني غنية بهاي البكتيريا، أو إن هي مثلاً تعزز من دور البكتيريا النافعة عندنا في جسمنا؟ أكيد المصادر هي ممكن تكون شوي صعبة حق بعض الناس، لأن الخمائر هذه تكون موجودة في الأكلات اللي هي مخمرة أو المخللة. فعندنا مثلاً الشيء دائماً مشهور ونعرفه اللي هو الروب، يكون فيه الخمائر البكتيريا النافعة، فالروب يعتبر مصدر جيد. نفس الشيء اللبن، عندنا الأجبان مثل الشدر، الموزاريلا، جبنة الجودة، لأن هاي بعد فيها خمائر. هذه بالنسبة لمنتجات الألبان. ممكن بعد الملفوف المخلل اللي يسمونه في الكيمتشي يستخدمونه دائما،
الملفوف يكون يسمونه الكيمتشي. هو يعتبر مخلل الملفوف فتتكاثر فيه هاي البكتيريا النافعة. وبعد ينطبق هذا الشيء للمخللات بشكل عام مثل مخلل الخيار، الأشياء هذه الخضار اللي هي مخللة فيها نسبة البروبيوتكس مرتفعة. عندنا بعد الميزو، الميزو هو معجون من فول الصويا يكون مخمر، نفس الشيء يستخدم كفيست يعني معجون يستخدم في الشوربة، يعتبر جدا عالي بالبروبيوتكس وعالي بمضادات الأكسدة وبعد عالي بالبي 12 فيتامينات البي 12. أغلب الأكلات هذه مثل ما قلت تعتبر آسيوية، بس لأنهم عندهم في طبخهم أو في عاداتهم يعني الأكلات المخمرة تعتبر وايد مفيدة لصحة الأمعاء. بعد عندنا الكيفر اللي هو بعد يشبه اللبن، اللي يكون فيه البكتيريا تنضاف للحليب ويصير رائب. وممكن نحن نستفيد من المكملات الغذائية الجاهزة اللي ممكن ناخذها من الصيدليات، متكون على شكل كبسولات أو على شكل بودرة أشكال مختلفة. ممكن الشخص يأخذها كفترة يعني مو بشكل مستمر، ممكن فترة 3 شهور مثلا 4 شهور إذا عنده أعراض وبعدين يوقف. يعني باستشارة الطبيب يعني ممكن يأخذها المكملات؟ ممكن على حسب حالته، لكن إذا الشخص عنده دائما مشاكل الغازات الهضم حتى حق كبار السن آمن، حتى حق الأطفال آمن، اللي عندهم أمساك مزمن يساعد هذه، لأن إذا صار عندك القولون صحي عمليات الهضم كلها تصير صحية. نعم أستاذة عليا، عفوا لاحظنا هالفترة الأخيرة يوم ودي الصغارية مثلا عند الدكتورة ولا شيء تقول لي خذي البكتيريا النافعة اللي على شكل بودرة أنها مفيدة في هالفترة ترفع المناعة من هالكلام، فأنا بعرف هل هذا الموضوع صحي أن الياهل ياخذ هالشيء؟ صح، لأن هي في نسب معينة يعني ممكن الكمية اللي ياخذها الطفل أقل، هي قليلة وايد قليلة شيء يعني ملعقة صغيرة. صح، لأن إحنا بالعادة ناخذ نمرض الجسم يصير فيه أمفكشن أو التهابات أو أمراض، فهذه كلها تقضي على هالبكتيريا. ناخذ مضاد حيوي يعني هاي من الأمور اللي بعد المضاد الحيوي ترى يقضي على البكتيريا الضارة والنافعة كلهم يا بعض، فطبيعي بعد فترة الكورس العلاج يكون الشخص يحس بهالأعراض، الإسهال يتم معاه فترة أو ألم المعدة يتم معاه فترة، فمن الصحي إن الواحد يأخذ البروبيوتكس بعد كورس العلاج، خاصة اللي عندهم جرثومة المعدة يتم معاهم فترة طويلة، حتى لو ما عندهم جرثومة يتم فترة طويلة عندهم عسر هضم مشاكل نفخة إسهال يعني في تقلب في الهضم، فما يمنع إذا الشخص يأخذ كورس من البروبيوتكس بعد فترة كم شهر يوقفها، إذا أعراضه خفت ممكن يرجع يأخذها مرة ثانية، فهو شيء آمن. والكمية يعني تفرق على حسب كل منتج، يعني البراند يكون مكتوب فيه الدوز أو الكمية اللي على حسب التركيز الموجود في المنتج هذا، فهي ما في يعني كمية معينة بس على حسب المنتج نفسه كم موصفي من الكميات هاي أو الجرعات. ممتاز أستاذة عليا، يعني أنت ذكرتي أن في مثلا الأفراد في تناول يعني المضادات الحيوية أو مثلا حتى مثلا الناس اللي يأخذون مضادات حيوية على كل يعني بطريقة مفرطة، هاي ممكن أنها تؤدي إلى أن تموت البكتيريا النافعة اللي عندنا. صحيح، وهذا الشيء اللي في ناس يعني الحين موسم الإنفلونزا بس لا يروح عند الدكتور يعني يطلب إلا يبغى يأخذ مضاد حيوي. صحيح، أو يصر على، وإذا ما عطاه شو قال؟ قال الدكتور ميزعل وما عطاني صح، ويصير يحاول إلا يأخذ مضاد حيوي وما يعرف إن هالمضاد حيوي ممكن يضره. هذا هو، لازم الشخص يكون واعي متى يحتاج يأخذ المضاد ومتى ما يحتاج. إذا الشيء فيروس لازم مناعة الجسم هي تقوى، فنقويها بهاي بالأكل الصحي، نقويها بشرب الماء، نمتنع عن المضادات هذه إذا ما كان لها داعي. طبعا أي علاج لها داعي إحنا بناخذه، زي ما قلت لك قبل إذا الشخص مضطر يأخذ العلاج ممكن بعد ما يخلص فترة علاجه يأخذ كورس كامل من المضادات. صحيح، لأن مثل ما قلنا يعني أخذ المضادات تموت تموت البكتيريا النافعة، وبالتالي تعطي فرصة للفطريات أنها تنمو في هذا المكان، وعشان شي نحصل بعض الأوقات ممكن يعني تسبب في أمراض أو الأمراض الفطرية. إنزين أستاذة عليا، ممكن تعطينا نصيحة أخيرة لكل اللي يسمعونا الحين؟ في نقطة ما ذكرتها، احنا تكلمنا عن البكتيريا نفسها، بس هذه البكتيريا لما تكون في الأمعاء بعد تحتاج تاكل تتغذى عشان تعيش عشان تزيد تتكاثر، فغذاء هاي البكتيريا يعتبر اسمه البريبيوتيك،
البريبيوتك باختصار هي الألياف، الألياف اللي ناخذها من الأكل. أسرتي أنا كنت أقولكم عشان نحافظ على هالبكتيريا ناكل غذاء صحي فيه ألياف، يعني الخضرة نركز عليها، الفواكه، الحبوب الكاملة مثل الشوفان، البقوليات، الموز، التفاح غني بالألياف، الخضرة مثل البروكلي، الهيليوم كلها عالية بالألياف، حتى العسل من الأشياء اللي ترفع أو تتغذى عليها البكتيريا النافعة. فنحاول أن ندخل الخضار الفواكه والألياف بشكل أساسي، عشان حتى لو أخذنا إحنا كورس البروبيوتيك ممكن بعد كم شهر نحن نفقده، عشان تعزز لنا يعني من دور البكتيريا النافعة. هي هي تتكاثر البكتيريا النافعة اللي خذناها في الأمعاء بالألياف الغذائية. وبعد في نقطة، يعني في ناس دائما يكون عندهم نقص في الفيتامينات والمعادن ويأخذون حبوب وبعد النقص يكون موجود، أحيانا يكون السبب سوء امتصاص. سوء الامتصاص بالعادة إذا كان أما الأمعاء عندك مو صحية ما فيها بكتيريا نافعة بشكل زين، الامتصاص حتى يكون قليل، فأنت ممكن تأكلين الشيء أو تأخذين الأدوية بس جسمك ما يمتصه بشكل جيد، فهذا بعد له دور حتى في نقص الفيتامينات في الجسم، أو له دور وايد كبير. دائما الأمعاء الصحية يتأثر على جسمنا كامل، مبس الأمعاء يعني كهضم، صحة الجسم بشكل شامل. فدائما نحرص على هاي الأشياء، الأكل الصحي، ما نفرط بالمضادات، حتى التوتر والضغط النفسي من الأمور اللي ممكن تقلل البكتيريا النافعة في الجسم. في هذا التوازن ندخل الأكلات اللي فيها الخمائر، ما قدرنا ممكن نأخذ المكملات الغذائية اللي تعتبر هي آمنة. وطبعا أكيد على بعض الحالات يحتاجون يستشيرون طبيب، أكيد يستشيرون طبيب أو خصائص تغذية نكون نعرف حالتهم بشكل دقيق أكثر. أكيد شكرا لك أستاذة عليا دخانس، اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، صراحة على هذا الحديث الشيق واللي عرفنا شو هاي البكتيريا النافعة وكيف احنا نحصلها ومصادرها. نلقاك بإذن الله يعني بحلقات ثانية، ونتمنى لك يوم سعيد. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل ونرجع نكمل معاكم آخر فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. الحين آخر فقراتنا أعزائي المستمعين تتكلم عن التوحد. مثل ما نعرف أن اضطرابات طيف التوحد هي مجموعة من الاعتلالات المتنوعة التي تتصف بضعف السلوك الاجتماعي والتواصل. بعض الاعتلالات الأخرى تمثل نمط لا نموذجي من الأنشطة والسلوكيات، مثل صعوبة الانتقال من نشاط لآخر أو الاستغراق في التفاصيل وردود الفعل الغير اعتيادية على الأحاسيس. هذا ما تقوله يعني منظمة الصحة العالمية اللي تأكد أن التدخلات النفسية والاجتماعية المسندة بالبيانات توفر تحسنا في مهارات التواصل والسلوك الاجتماعي لدى المصابين بالتوحد، كما تساهم هاي التدخلات بشكل إيجابي في حياة المصابين بهذا الاضطراب. وعشان نعرف أكثر عن هالموضوع يسعدني أن نستضيف ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهى الشعيبات، اختصاصية علاج النطق واللغة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صبحت الله بالخير أستاذة سهى، ويا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صباح الخير والسرور، أهلا وسهلا فيك يا أختي. يا مرحبا وسهلا، سعيدين اليوم بوجودنا معاكم. احنا أسعد يا أستاذة سهى. بداية عطينا نبذة بسيطة أستاذة سهى عن شو التوحد وشو أعراضه. طبعا اضطراب طيف التوحد هو اضطراب عصبي نمائي بيتم تشخيصه بوجود سمات أو صعوبات معينة خلال مرحلة الطفولة المبكرة. هذه الصعوبات بتتميز بأنها صعوبات اجتماعية، اهتمامات محدودة، سلوكيات متكررة. ولما نحكي أنه في مرحلة الطفولة المبكرة ما بيعني أنه التشخيص بيتم بس في مرحلة الطفولة المبكرة، لا، احنا بنحكي الأشخاص الصعوبات لازم تكون موجودة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، لكن التشخيص ممكن يكون في أي مرحلة عمرية. زين أستاذة سهى، يعني أنت مثل ما ذكرت إحنا ممكن إنه مو بشرط إن نكتشف التوحد بشكل مبكر، صح؟ يس طبعا. زين خبرينا أستاذة سهى كيف، يعني شو خدماتكم لتشخيص التوحد في مستشفى الجليلة أو كيف تشخصون التوحد؟ هلأ طبعا إحنا عندنا في مستشفى الجليلة فريق متعدد التخصصات اللي بيتضمن
أطباء أطفال، أطباء نفسيين، أخصائيين نفسيين، أخصائيين نطق ولغة، وأخصائيين سلوك. طبعاً هذا الفريق بيبدأ إحنا بنسميها رحلة التشخيص، اللي بيكون فيها أكثر من محطة مع هذا الطفل ومع أسرته. طبعا التشخيص بتم في عدة مراحل، بنبدأ في المقابلة مع الأسرة، عمل اختبار مقنن، وبينتهي باجتماع مع الأسرة بنشارك فيها هذا التشخيص، وبنقدم التوصيات اللي ممكن تساعد هذه الأسرة والطفل للعلاج. كجزء من سعي الفريق فريق التوحد تشخيص التوحد في مستشفى الجليلة لتوفير المعلومات، عملنا فيديو توضيحي باللغة العربية واللغة الإنجليزية من قبل الفريق كامل لتوضيح هاي الرحلة أو هاي المراحل اللي بنمر فيها في عملية التشخيص. طبعا هو موجود على رابط على الصفحة الإلكترونية لمستشفى الجليلة للأطفال، ومفتوح للعامة باللغتين العربية والإنجليزية. زين أستاذة سوا، خبرينا كيف يعني يقدر يساهم الاكتشاف المبكر للتوحد في علاجه؟ طبعا هلأ صار في عنا وعي اجتماعي. أول شيء الوعي الاجتماعي بيمكن الأسر من إنها تلاحظ هاي الصعوبات في سن مبكر، وبأهلها إنها توصل لمقدمين الرعاية، وبأهلها إنها توصل لمقدمين التشخيص. بالإضافة لأنه صار في تطور في أساليب التقييم، وتطور الأساليب التقييم مكنت الأخصائيين من إنهم يعملوا هذا التقييم على أعمار ممكن توصل ل18 شهر. طبعا هاي الأساليب التقييم اللي ممكن توفر التشخيص على سن صغير كتير، هو شيء احنا بنحكي زي ما بنحكي يعني شيء محمود، شيء طيب انه نقدر نوفر التشخيص على عمر مبكر، لانه رح يؤدي لحصول الطفل على العلاج بسن مبكر وحصوله على التدخل المبكر في سن مناسب لتطوير هاي المهارات. طبعا التدخل المبكر احنا دايما عادة يعني بنركز على انه التدخل المبكر، لانه يعني عدد الدراسات اللي أثبتت فعاليته في تحسين الأعراض كبير كتير، بالإضافة لأنه بيساعد على جودة، مش بس جودة الصحة، جودة التعليم، جودة الحياة بعدين لهذا الطفل ولأسرته. نعم دكتورة، هناك برامج أكيد توعوية دورية تقدمونها لأسر اضطراب طيف التوحد. طلعت معنا يوم الاثنين الدكتورة مايا، حدثتنا أكثر عن الجانب النفسي للأسر الأشخاص اللي عندهم طفل مصاب بالتوحد، فحبينا اليوم نعرف منك البرامج التوعوية الدورية اللي تقدمونها. عندنا برنامج اسمه برنامج بلو كافيه. برنامج بلو كافيه من البرامج اللي بنفخر بوجودها بمستشفى الجليلة. قدمنا أكثر من دورة في برنامج بلو كافيه، كانت قبل كوفيد فيس تو فيس، كنا يعني جالسين مع الأسر في جلسات حوارية بنتحدث فيها عن اضطراب طيف التوحد. كان في عندنا دورة بلو كافيه أونلاين وقت ما كان عندنا كوفيد، ما وقفنا برنامج بلو كافيه أبدا كبرنامج توعوي حتى خلال كوفيد. كان في عندنا برنامج بلو كافيه للأطفال، برنامج بلو كافيه لليافعين. برنامج بلو كافيه اللي بيميزه أنه هو جلسة حوارية أكثر من ما هو زي ما بنحكي محاضرة، شخص بيحاضر فيك وأنت بس متلقي. جلسة حوارية بيننا وبين الأسر. كنا سعيدين بوجود آباء شاركوا في هذا البرنامج، مش بس الأمهات. سعيدين ببرنامج بلو كافيه أنه كمان وفر سفراء للبلو كافيه. سفراء بلو كافيه هم الأهالي اللي أخذوا على عاتقهم أنهم يكونوا ينشروا المعلومات الإيجابية المفيدة عن بلو كافيه أو المثبتة علميا اللي تعلموها خلال دورة بلو كافيه. حاليا في عندنا إن شاء الله بنجهز لبلو كافيه خلال نهاية شهر أكتوبر، وإن شاء الله راح يتم الإعلان عنه عن طريق مستشفى الجليلة. يعني هذا البرنامج أستاذة سوها مثل حلقة الوصل، أو أن أنتوا دخلتوا يعني مثلا أفراد المجتمع في نشر هذه التوعية؟ بالضبط بالضبط، هو الهدف منه كان مش بس أنه تنتهي التوعية من الأخصائي للأم أو الأب، لا، أنه الأم أو الأب يكون حلقة وصل بينه وبين الأسرة الكبيرة ومكان شغله والمجتمع بشكل عام. تنمية برامج توعوية اجتماعية كبيرة، فمثلا كان في عنا في برنامج سفير بلو كافيه والدة قدرت أنها مثلا تعمل محاضرة توعية في مدرسة ابنها، ما شاء الله. كان في عنا أب ثاني في مكان شغله، وهذا التأثير يكون أكثر إيجابي. ليش؟ لأن هذا يعني لما يجون يتكلمون مع أفراد المجتمع يتكلمون واقع تجربتهم، أن عندهم طفل بهذا يعني هاي المشكلة،
فلما يتكلمون مع الأشخاص يكونوا وايد قريبين يعني. كذلك دكتورة نقدر نقول نشر المعرفة يعني. هذا دوركم في بلو كافيه لا يقتصر على الدورات اللي تقدمونها في المستشفى فقط، فحلو أن الواحد ينشر المعرفة اللي تعلمها ينقلها للأفراد الآخرين. فكرة بلو كافيه دكتورة صراحة جميلة، فكرة جميلة. والاسم دكتورة إذا عرفتي المستمعين ليش سميتوه بلو كافيه؟ هو البلو عادة اللون الأزرق هو البريزنتينج التوحد أكثر، يعني هو اللي بيمثل اضطراب طيف التوحد عالميا. كافيه من ناحية كيف أنا قلت لك، هو جلسة حوارية مريحة أكثر، زي كأنها اجتماعية يعني، كأنها يعني تجمع اجتماعي صحيح، ما فيها الضغط النفسي تاع أنه في عندك محاضرة وأنت بتتلقى معلومة. لا، هي كانت يعني الهدف منها أن نكون كلنا جالسين مع بعض بنتناقش في كيفية دعم هاي الأسرة. زي ما تفضلتي، ما كان الدعم بس دعم معلوماتي، كان دعم نفسي كمان. وجود الأهل مع أهل آخرين، مشاركة الخبرات مع بعض، كان له واقع إيجابي كبير على الأسر اللي شاركت معنا. نعم دكتورة، لو في حد من المستمعين الحين يسمعنا وعنده طفل مصاب بطيف التوحد، كيف ممكن أنه يشارك بهذه الورش والحملات التوعوية اللي أنتم تقدمونها في مستشفى الجليلة؟ إحنا كمستشفى الجليلة في عنا معلومات متوفرة على رابط المستشفى عادة. في عندنا المعلومات بيتم نشرها مش بس عن طريق الصفحة الرئيسية في الانستغرام، في غيره قنوات التواصل أيضا لمستشفى الجليلة. كل قنوات التواصل، أيوة كل قنوات التواصل ممكن أنه وقت الإعلان عنها يتم التسجيل مباشرة. عادة بنشارك الإيميل اللي بيتم التسجيل فيه، وحاليا زي ما حكيت في نهاية شهر أكتوبر في عنا دورة جديدة لبلو كافيه، فرح نكون سعيدين إذا في يعني لمشاركة بلو كافيه مع يعني بشكل مفتوح مع العامة. نعم. كذلك دكتورة، أنتوا حدثتيني الآن عن خدمة من خدمات مستشفى الجليلة، حبينا نعرف أيضا كيف تتعاملون في مستشفى الجليلة مع حالات التوحد، وكذلك مستوى الخدمات والرعاية المتوفرة للمصابين باضطراب التوحد. هلأ أول شيء إحنا بنتعامل مع أطفال ويافعين، يعني زي ما بتحكي من الطفولة للمراهقة لعمر كبير. طبعا التقييم بيتم عن طريق زي ما حكينا أنا يعني بنشوف الطفل وأسرته بشكل متكامل، بنطلع عليه كمنظومة كاملة كأسرة كطفل، جانب الدراسة الأكاديمي، جانب النفسي، الوعي الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة للتطور. ما في أي مرحلة بعد التشخيص احنا بنترك الطفل واسرته، يعني انا حكيت هي رحله مقابله اختبار اجتماع بنحكي فيه التوصيات، لكن شو بيصير بعد هذه التوصيات؟ هل احنا بنترك الاسره؟ ابدا. هي حلقه يعني بنغلقها، بنحاول انها تكون مفكره. نعم يعني حلقه متكامله مثل ما نقول، خدمات متكامله للاسره بشكل عام وليس فقط الطفل المصاب بطيف التوحد. بالضبط. زين استاذه سوها، احنا يعني انا مره من المرات كنت اتحدث مع احد الاطباء عن هاي المشكله، وذكر انه كان ان عندكم دليل الكلينيكي للتوحد، ممكن تعطينا شويه نبذه عن هذا الدليل وشو اهميته؟ الدليل الارشادي الكلينيكي هو عباره عن مرجع تم إطلاقه يعني من فترة قريبة من قبل حكومة دبي، وهو في إطار الاهتمام. أنت عارفة أختي أنه في اهتمام كبير بأصحاب الهمم وتحديدا ذوي اضطراب طيف التوحد في إمارة دبي من سنوات. السنة الحمد لله زي ما بنحكي من قبل تقريبا شهر أو أقل تم إطلاق هذا الدليل. هذا الدليل بشكل خطوة رائدة في الارتقاء بالخدمات اللي بنقدمها لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وأهميته بتكمن في أنه بيقدم أفضل وسائل الكشف المبكر، أفضل معايير التقييم المتكامل، العلاجات المثبتة علميا، ممكن أنه أيضا يساهم في كونه أداة لتوجيه وإرشاد مقدمي الرعاية الصحية. الفريق اللي ساعد في تجهيز أو في إطلاق هذا الدليل كان في ممثلين من مستشفى الجليلة للأطفال، ممثلين من هيئة الصحة في دبي، سلطة مدينة دبي الطبية، وكنا فخورين بأنه تم التشاور أيضا مع نخبة من الخبراء العالميين في الولايات المتحدة وأستراليا، واستندنا على أفضل الممارسات العالمية. حابة كتير أركز على أنه هذا الدليل موجود على الرابط مفتوح لعامة الناس على المنصة الإلكترونية لهيئة الصحة.
دليل ممكن انه اي شخص بس يدخل على المنصة الإلكترونية يحصل الدليل في المعلومات اللي بنحتاجها كأسرة أو كمقدمين رعاية صحية. ممتاز أستاذة سهى. إنزين لو بغينا نذكر الكل اللي يسمعونا مثلا عن بعض الأعراض اللي ممكن يعني الأسر ممكن تنتبه لها لعيالهم مثلا، يعني وتساعد على اكتشاف المبكر للتوحد. هلأ احنا زي ما حكينا انه في الأعمار يعني هي بتم ملاحظتها في مراحل الطفولة المبكرة، تتميز بصعوبات اجتماعية، تتميز باهتمامات محدودة، سلوكيات متكررة. في عندنا معلومات الحمد لله صارت موجودة باللغة العربية. طبعا في عندنا فريق كبير من مستشفى الجليلة ساهم كمان بترجمة كتيبات عن اضطراب طيف التوحد، عن الأعراض في الأعمار الصغيرة، شو هي الأشياء اللي ممكن أنه ننتبه لها. ففي عندنا على الموقع أيضا كتيبين موجودين باللغة العربية كسن الطفولة وكسن اليافعين والمراهقين. مثلا في اليافعين والمراهقين بنحكي عن الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة اليافعين، وفي الطفولة شو هي الأعراض أو شو هي الصعوبات اللي بواجهها أو شو هي الأعراض اللي ممكن نلاحظها كأسرة. يعني ممكن الأسرة تلاحظ أنه الطفل ما بيلعب مع أطفال تانيين، استجاباته الاجتماعية محدودة، ممكن يكون في تأخر باللغة، وممكن تكون اللغة نموها عادي، هو التأخر الاجتماعي اللي احنا بدنا نطلع عليه يعني بشكل خاص. النصيحة اللي أنا بدي أقدمها للأهل لما يلاحظوا أي شيء من ناحية التطور الاجتماعي عند الطفل في سن الطفولة، مش يعني حسوا انه في عندهم قلقانين من ناحيته، انه يتوجهوا لمصادر موثوقة. المصادر الموثوقة يعني نشوف طبيب الأطفال أو إن نشوف الروابط اللي موجودة عندنا، روابط هيئة الصحة، روابط مستشفى الجليل، المواقع الإلكترونية اللي عليها المعلومات اللي مأخوذة من أفضل الممارسات العالمية. رح يعني يوافيهم طبيب الأطفال بأفضل نصيحة. إذا الطفل يعني كان طبيب الأطفال شاكك إنه الطفل عنده سمات اضطراب طيف التوحد، ممكن إنه يتم تحويله لبرنامج تشخيص معين في المكان اللي هذا الطفل موجود فيه ويتم تشخيصه باضطراب طيف التوحد أو لا. ممتاز أستاذة سهى، نشكر لك الصراحة هذا الحديث يعني والحوار يعني اللي استفدنا منه والمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونلقاك بإذن الله في حلقات جديدة، وإن شاء الله نتمنى لك يعني إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحة وسعادة، أتمنى أنها نالت إعجابكم، وتذكروا أنكم تلتزمون دائما بالإجراءات الوقائية ولبس الكمام، واللي ماخذ التطعيم ياخذه. كان وياكم في الإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وشاركتني الحلقة اليوم الأخت العزيزة الغالية آمنة العلي. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة، ولنلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. نقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.